I was waiting for this moment since one year. It's exactly one year when the UAE have sent the nomination letter to ITU. From that date, I started working on preparation, studying to make this conference success. And I hope I have succeeded in this task. So, if you'll allow me, I will take a short break from English. I will deliver my speech in Arabic. معالي دورين بوغدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية سعادة ماريو مانيفيتش مدير مكتب قطاع الاتصالات الراديوية أصحاب المعالي والسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد أربعة أسابيع من العمل معاً تحت سقف المؤتمر العالمي للاتصالات الراديويه 2023، نصل إلى هذه اللحظة المفعمة بالكثير من المعاني، إنها لحظة تتكثف فيها المشاعر، وتمتزج فيها بشائر الإنجاز مع الآمال بالعودة إلى التلاقي في مواقع أخرى، لنواصل معا مسيرتنا في خدمة الأهداف المشتركة التي تجسد تطلعات الإنسانية جمعاء. نحو عالم اكثر ترابطا وازدهارا وسعاده ابدا كلمتي بالتعبير عن خالص العرفان والتقدير لكل من ساندني في مهمتي كرئيس لهذا المؤتمر لقد كانت مسؤوليه كبيره ذات مضامين وطنيه وانسانيه وكم انا سعيد بانها ستظل نقطه مضيئه في مسيرتي المهنيه بينما اهيئ نفسي لبعض الراحه والاسترخاء بعد طول تعب لا انسى ان اشكر عائلتي والدتي وزوجتي وابنائي الذين تحملوا غيابي وانشغالي لفترات طويله في خضم الاستعداد لهذا المؤتمر الكبير لقد كان صبرهم ومؤازرتهم دافعا اضافيا مهما لي كي انجح في مهمتي الشكر الجزيل لحكومه بلادي دوله الامارات التي شرفتني بالترشح لهذا الموقع والهيئه تنظيم الاتصالات والحكومه الرقميه ممثله برئيس واعضاء مجلس ادارتها وبمديرها وبقيادتها وكوادرها عموما على دعمهم ومؤازرتهم الشكر الخاص لسعاده المهندس ماجد المسمار على ترشيحي ودعمه خلال فتره التحضير وخلال المؤتمر كان لا يتردد في تقديم كل ما يمكن ان يمكنني لاكون مستعدا لهذا المؤتمر شكرا لصديقي واخى رئيس مؤتمر المؤتمر العالمي اتصالات الراديويه 2012 اخى طارق العوضي الذي ساندني خلال هذه الفتره وايضا زملائي خالد العوضي وسلطان البلوشي واحمد امين ومحمد الحساني وعبد الله جبر واشكر زميلي واخى غيث المزينه الذي رافقني ودعمني خلال فتره التحضير لهذا المؤتمر واشكر معالي دورين بوغدن مارتن الأمين العام الاتحاد الدولي للاتصالات على مساندتها وسعادة ماريو مانوفيتش رئيس قطاع الراديو على الدعم اللامحدود خلال فترة التحضير وخلال المؤتمر ولا أنسى السيدة جوان ويلسون التي أشرفت على البرنامج التدريبي ولم تدخر أي جهد لتمكيني ورفع مستوى استعدادي لهذا المؤتمر وجميع موظفي قطاع الراديو في الاتحاد والإدارة القانونية وبالخصوص السيد أنطوان ولا أنسى زملائي رؤساء المجموعات الإقليمية دكتور وي فيكتور مارتينيز سيرجي باستوك مارتن ويبا فاليري أوتو ورؤساء لجان المؤتمر السيدة باسيبي موسيني والسيدة سيندي كوك والدكتور أتراشي والسيدة أنا ماركلاند وأتمنى لها الشفاء العاجل والسيد عبد الرحمن والسيد كريستيان ريزون كما أشكر السيد كافوس أرستي الذي ساندني لوضع حلول لبعض بنو بنود المؤتمر الصعبة، وأشكر نواب الرئيس ورؤساء المجموعات، وأشكركم فرداً فرداً على جهودكم الرائعة التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة. كما أشكر العديدين مما عملوا وراء الكواليس، وواصلوا الليل والنهار على مدى أشهر طويلة لتأمين كل شروط النجاح للمؤتمر. من هؤلاء فريق تنظيم المؤتمر في الاتحاد الدولي للاتصالات ونظرائهم في الفريق الاماراتي الذي يضم عده مؤسسات حكوميه وخاصه عملت معا في تناغم واحتراف ولا انسى فريق الاتصال والاعلام في الاتحاد وفي الهيئه وكذلك الفريق التقني وفريق المترجمين والسكرتاريه والاعمال الاداريه وكل من كان له بصمه في سجل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديويه والشكر موصول لوفود لفو... كل دول العالم كافه لجهودهم في التغلب على التحديات للمساهمه في الدفع قدما بمسيره الصالات الراديويه بما يخدم اهداف التنميه المستدامه محليا وعالميا. ايها الاخوه والاخوات، لقد كانت هذه المهمه بالنسبه لي دليلا دامغا على نعمه العمل في بيئه مهنيه تقوم على التمكين والثقافه والتنافس. والتنافس الايجابي لخدمه المصالح الوطنيه والانسانيه. لذا الى فريق الهيئه الذي انتمي اليها اقول: لقد تعلمت منكم ان العمل ليس مجرد مهمات نؤديها، وانما كفاح وتنافس لاعلاء رايه الوطن وخدمه اهدافه العليا، فشكرا لكم. أما المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية فقد علمني أن الانتماء الصادق لقضايا الإنسان هو الجانب الآخر في معادلة الوفاء للقيم الوطنية، لهذا أنا مدين بالشكر إلى كل فرد منكم. السيدات والساده، الحضور الكريم، اليوم نقفل بابا لنفتح أبوابا. فعلى امتداد العالم ثمة دول ومؤسسات وشركات عديدة تنتظر بلهفة نتائج هذا المؤتمر. ان التحديثات التي نجحتم في اقرارها والتفاهمات التي توصلتم لها ستكون الاساس لحقبه جديده من مسيره التطور الانساني حقبه تنعم فيها البشريه بثمار التقنيات الجديده ضمن ما يعرف بالثوره الصناعيه الرابعه بعد مؤتمركم هذا سوف يكتسب التحول الرقمي زخما جديدا وسوف تزداد فرص الربط والتواصل بين بني البشر وسنزداد قربا من تحقيق هدفنا النبيل المتمثل في ادماج المليارات الثمانيه من البشر في عصر الانترنت وسوف يتعزز التقدم في قطاعات عديده كالفضاء والطب والمواصلات واللوجستيات والمدن الذكيه وغيرها لقد خرجنا من هذا المؤتمر بنتائج مهمه تسهم في تطوير العديد من الخدمات الراديويه التي تخدم مصالح الدول والمجتمعات والبشريه جمعاء واليوم يمكن للدول الاستفاده من هذه النطاقات التي تم تحديدها للاتصالات المتنقله الدوليه بهدف تطوير انظمه تسهم في تحسين اسلوب الحياه الرقميه ودعم مبادرات المدن الذكيه كما تم تيسير استعمال نطاقات تردديه للمحطات الارضيه على متن الطائرات والسفن بهدف الارتقاء بخدمات الاتصال للمسافرين والعاملين في قطاع الملاحه الجويه والبحريه ولمواكبه الزياده المتسارعه في تقديم خدمات الاتصالات عبر انظمه الاقمار الصناعيه غير المستقره بالنسبه للارض تم في هذا المؤتمر تطوير الاطار التنظيمي لاستخدامات هذه الانظمه مما يسهم في تحسين إدارة المدارات الساتلية والموارد الفضائية ولتعزيز الاستجابة للطوارئ وتقليل الحوادث البحرية، تم العمل على تحديث النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية لتلبية التطورات المستمرة في هذا الشأن، والاحتياجات من الطيف الترددي مما يسهم في تعزيز سلامة الأرواح والممتلكات في البحار. الامر الذي يفتح, يفتح نافذه جديده من الامل امام هذا العالم الزاخر بالتحديات فلكم ان تشعروا بالفخر لان ما تحقق من انجازات ما كان له ان يرى النور لولا احساسكم العالي بالمسؤوليه وتحليكم بشجاعه الاخذ والرد وصولا الى تسويات واتفاقات لقد عملنا كثيرا وطالنا نصيب لا باس به من الارهاق لكن عزاءنا يكمن في كلمه واحده هي النجاح واخيرا وليس اخرا ارجو ان تكونوا قد استمتعتم باجواء الدوله المعتدل واتمنى ان تكون انطباعاتكم عن دوله الامارات كما نرجو لها ان تكون دوما بلدا يفتح ذراعيه لضيوفه يستقبلهم بكل محبه ويدعوهم بشغف الى العوده لزيارته كلما سنحت الفرصه لذلك اجدد شكري وتقديري لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته